أما عامله لك شوية شاي حسوكة يستاهلوا بقك عنب. تسلم إيدي يا أم حسوكة. تسلم يا حبيبي. يا حسن مالك؟ مش عوايدك يا ضناي. في الميعاد ده بتبقى يا إما في السيرك مع صاحبك يا إما في المينا. عادي ياما زهقت، تغيير يعني، زي ما كل حاجة كده حوالينا عمالة بتتغير. هو التغيير مش وحش برضه. بس أنت في جواك حاجة ومخبيها عن أمك حبيبتك. المينا مش كده؟ مش عارف أقول لك إيه، أيوة يا أم. أبويا كل ما يشوف خلقتي يقطمني، عايز نمشي وأسيب المينا بأي شكل مش عارف ليه. معلش يا حسن، أبوك يا ضنايا عايز يشوفك أحسن واحد في الدنيا. يا ستي ما أنا عارف، بس حطي أي حد مكاني. ياما، المينا دي أنا اتربيت فيها، لعبتي اللي ركبتها وفكيتها من وأنا صغير. ده أنا عشرة المراكب والناس اللي فيها أكتر من أي حد. أمشي النهارده وأطمع في شغلانة تانية؟ لا إله إلا الله، هو عايز يعني اللي يرقي نفسه يبقى طمعان؟ الله، طب أنا معايا شغلانة، أروح أدور على حاجة تانية ليه؟ يا حسن يا ضناي، ابوك ظهره انحنى من شغل المينا وشقي وتعب. ياما ما انا قلت له مليون مره يبطل شغل بقى ويريح نفسه. كل واحد بياخد نصيبه يا ضناي. ونصيبه ان هو يفضل عايش في التعب والشقه ده طول عمره. هو هتقول له كده حسن يسعد؟ لا يا اختي ما تخافيش، مش هقول له. ما انت اخرى عامله زيه مكفيه على المكنه ليل نهار، ما فيش مره تقولي لي يا حسن تعالى وديني السيرك يا حسن. الا بالحق ما توديني السيرك يا حسن. يا حسن يا ضناي، ابوك نفسه يشوفك احسن واحد في الدنيا. كل زمايله جابوا عيالهم يشتغلوا في المينا، بس عيال كسر بقى مش ملحلحة كده زيك، ما معهمش شهادات عالية زيك يا حبيبي. نفسه منى عينه يقف وسط المينا كده ويقول بعلو حسه، أنا ابني مهندس قد الدنيا وما اعتمدش على حد. كتير عليه ده يا حسن. لا يا مش كتير عليه. بس في حاجة تانية بقى يا ابن بطني مخبيها عني مش عايز تقولها لأمك حبيبي. بصراحة أما كده أصل في حاجة كده عايز أطلبها منك، بس مش عارف تخدميني ولا لأ. عيني يا حبيبي. معلش معاكي 200 جنيه. تعالي بس أنا بهرج معاكي بختبرك، بشوفك هتطلعي معايا جدع ولا لأ. يا حضرة العمر ابنك عيني ده حدفني بستافندي. اهدي هي ناقصاكي. حرام عليك يا فاطمه، هتفضلي مدوخاني لحد امتى؟ انت عايز مني ايه يا جدع انت؟ انا مش جدع، انا جدع، بس انا عايز اقول لك كلمتين. حسك حلو قوي يا فاطمه، بيسحر كده ويلبش الجد. هو ايه ده يعني؟ الله، وليها تاني كده؟ انت عارفه يا فاطمه؟ انا شفت كتير وقليل لما كنت في ايطاليا، نسوان وحريم يشيبوا شعر الزلبطه. بس وربنا، شوفي وربنا، أنا عمري ما شفت في حلاوتك ولا في جمالك ولا في سحر حسك. فاطمي؟ أنا بحبك يا فاطمي، بحبك وعايز أتجوزك يا فاطمي. يا بنت أنت وقعتي على ودانك وأنت صغيرة ولا إيه؟ ما تقولك. مش أنا اللي بقول في الحاجات دي يا عبد المعطي. عبد المعطي، كمان عارفة اسمي. طب أنا عايز أقول لك كلمتين كده من اللي في نفسي نواحيكي. بقولهم لأبويا بردك. أقولهم لأبوكي؟ مسلحي المصدي دي هقول له وحشتني وعايز ابوسك من بقك. ده ايه النيله دي يا ساتر؟ صباح الخير يا ابطال. صباح الخير يا حسن. انا عندي عطل في التربينه الرئيسيه. اوكي هبلغ الشركه فورا. شكرا. صباح الخير يا ورد. صباح الخير. قلبت عليك الدنيا لحد ما لقيتك هنا. مالك يا حسن؟ مالي يا ورده؟ انا مفيش حاجه، انا زي الفل. في ايه؟ حسن، في ايه يا حسن؟ احكي لي. احكي لك ايه؟ مفيش حاجه يعني، لو في حاجه يبقى مشاكل عاديه، مش عايز اوجع دماغك. بس مفيش حاجه، انت ايه اللي بيخليك تقولي كده؟ رأي يا حسن، هو انا غريبه عليك؟ يا حسن انا ورد، انت بتقعد معايا وبتبقى مش معايا خالص، دماغك في حته تانية. في ايه بقى؟ انت في حاجه جواك مخبيها. اخبي ورد؟ مفيش حاجه، انا كله تمام. قولي لي انت اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. عمك محرم خلاص اتصل وقال ان هو هيجي بالكتير قوي كمان اسبوعين، وهي فرصه تقعدوا تتكلموا مع بعض بقى ونخلص يا حسن. طب كويس، خير ان شاء الله. انا كنت بحسبك هتبقى مبسوط اكتر من كده. انا اكيد فرحان طبعا، بس انا كنت شايف ان احنا يعني ناجل شويه احسن.
ليه يا حسن؟ ابدا يا ورده، يعني كنت عايز اظبط شويه حاجات، يعني نبقى مرتاحين لما بنتجوز، يبقى مفيش مشاكل، كل حاجه ماشيه كويس. يعني ما انت خلاص ان شاء الله هتتخرج رسمي اهو، والشغل بتاع القاهره ان شاء الله يجي لك. وبعدين يا سيدي حتى لو ما جاش انت شغال في المينا، في ايه بقى، ايه المشكله دلوقتي يا ورده؟ مفيش حاجه، حاجات عاديه ولازم تتظبط. خلاص بقى يا ورده. وانا قلت ايه غلط؟ في حاجة بينك وبين شوق يا حسن، انت في حاجة بينك وبينها صح؟ شوق؟ ايوه شوق يا حسن. انا شفتك انت وهي وانتوا عمالين تتكلموا مع بعض على السلم، وقلت لها نفس الكلام يا حسن، وقلت لها ان انت هتظبط امورك معاها الاول صح؟ شوق مين يا عبيطة؟ انت مصدقة اللي انت بتقوليه؟ يا بنت انت، وانت في غيرك في قلبي حمارة؟ طب فهمني انت، انا فضلت كتير قوي قاعده وساكته ومستنيه، ولا هيفهمني هيفهمني ولا نطقت ولا قلت حاجه. يا حسن في ايه بينك وبين اللي اسمها شو دي؟ ده حتى اتجوزنا عاوز تاجله يا حسن. يا بنت اهدي يا بنت اهدي، افهمك على كل حاجه بس كله بقوانين. اهدي بقى، شو مين يا عبيطه انت؟ تعالي تعالي يا عبيطه، تعالي. شو يا هبله؟ والنبي يا دكتور. ايوه قال الدكتور امشي بسرعه. والنبي يا دكتور. اتفضل يا ام. انا عندي فيروس سي. ايوه وبعمل اقرار علاج، وعشان يكمل لازم حد من الدكاتره اللي هنا يكشفوا عليا ويحولوني اعمل تحليل، واخد التحليلات دي كلها واديها الاداره. يا ما كشفتيش ليه؟ ما حدش راضي يكشف عليا يا دكتور. واحد قال انا ما بكشفش عليكي عشان انا بكشف على الطوارئ. أيوة. والتاني سابني ومشي وخرجني بره وقال لي انا خلصت نبطشيتي خلاص، وانا مشواري بعيد يا دكتور، وعشان اكمل كده لازم اجي تاني عشان اخد القرار. حاضر يا حاجه، انت استني شويه، ده مش تخصصي. عايز حاجه علي؟ الحمد لله الحمد لله. في حاجه دكتور؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه بس علي. عندي بريفت مع الدكتور سعيد وانت عارف ما برحمش في التاخير. ان شاء الله مش هتتاخر 10 دقايق. بص بص هي عايزه ايه؟ بس عايزه مني يعني؟ انت مش مدير المستشفى وكمان مش من حقك تقول لي امشي ولا استنى. ارجوك انا عايز امشي. لا من حقي اقول لك كده. وانا من حقي امشي اشوف اللي ورايا. لا مش من حقك، من حقك تعالج الست دي. العيني مش من بقيه اهلك يا علي. من بقيه اهلي. فين خدرة؟ على كانوا قدام العينين ولا ايه؟ الست الطيبه دي عايزه اسماء تحاليل وعايزه اي حد يكشف عليها. وانا خلصت ولازم امشي، عندي برايفت مع دكتور سعيد. امسك يا استاذ، شوف الست عايزه ايه، لو مشيت من غير اذن احوالك تتحقق. اتفضل. حاضر يا دكتور. اتفضلي يا حاجه. بالسلامه يا امي. عندي برايفت مع الدكتور علي. تعالى معايا يا عايزه. انا عايزاك تغيري لي كل ده، الزيتي هنا والاورنج هناك. ذكرى ذكرى تعالي هنا. مالك مش مركزه ليه؟ انا شايفاكي من بدري، في حاجه حصلت؟ لا خالص يا مدام، بس انا اسفه يعني يمكن اكون سرحت ولا حاجه. خلي بالك من شغلك، انا عرفت اللي حصل مع اكرم بيه. كنت فاكراني مش هعرف؟ بس انا ما قصدتش حاجه، انا بس اتفاجئت لما لقيته 200 جنيه، فقلت يمكن مش واخد باله من فلوسه. ليه؟ عمرك ما شفتي حد معاه فلوس ونزيح؟ ولا كنت فاكراها هيديكي 5 جنيه زي الزباين بتاعت المحلات اياها اللي انت جايه منها؟ يا مدام انا ما قصدتش حاجه، انا ما اعرفش ايه اللي حصل، انا لقيتني جاريه وراه برجع له فلوسه، بس انا ما اقصد حاجه. بعد كده تحسي، لان دي قله ذوق. بس بعد الموقف ده انا شايفه انك امينه وعايزه تستمري في المكان. يعني حضرتك مش زعلانه مني؟ شوفي شغلك، ولما يحصل موقف زي ده ما تتصرفيش من دماغك، ترجعي لي في الاول. حاضر حاضر يا مدام. اما نشوف هتفضلي على امانتك دي لغايه امتى. شوفي شغلك.